سبحان الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستقبلين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع مسند الدارمي وختام كتاب الزكاه، باب ليرجع المصدق عنكم مهورات. والمصدق هو العامل الذي عينه ولي الامر، هو العامل الذي عينه ولي الامر. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين، آمين. قال الإمام الدارمي رضي الله عنه ورحمه في سننه، قال: ومن كتاب الزكاة، قال: باب ليرجع المصدق عنكم وهو راض. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن عون قال: أنبأنا هشيم عن داود ومجالد عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم المصدق فلا يصدرن عنكم إلا وهو راض. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن داود بن أبي هند عن عامر عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. نعم، ممكن الباب اللي بعده أيضا. قال الإمام رحمه الله: باب كراهية رد السائل بغير حق بغير شيء. قال رحمه الله: أخبرنا الحكم بن غنم المبارك قال: أنبأنا مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهري عن جدته يقال لها حواء رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. نعم، جزاكم الله خير. هنا باب ليرجع المصدق عنكم وهو راض. في حديث أن سمع: إذا جاءكم المصدق فلا يصدرن عنكم إلا وهو راض. هذا حديث خرج مسلم، وهذا بلفظ عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرض مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو عني وراد، لأن السلام أمر بذلك. لا سيما أن هذه المسألة مسألة جباية الزكاة، فيها إسقاط الفريضة عن الناس، وأيضا فيها التكافل الاجتماعي، فيها غنية الفقراء، وفيها النظر إلى حقهم واستجلاب حق الفقراء من الأغنياء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أن يقول لليهود: فإنهم أطعوك فقل إن الله افترض عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائكم وترد على فقرائكم. والمعنى إرضاؤهم ببذل الواجب والملاطفة وترك المشاقة والكلام باللفظ الحسن وبالطريقة الطيبة اللينة في هذا الباب. وهذا محمول على ظلم لا يفسق به الساعي، إذ لو فسق لانعزل ولم يجب الدفع إليه، لأنه لا يستعمل أحدا فيه ذلك، ومن استعمل أحدا وغيره حق منه فعليه من الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وكان الحديث فيه شيء من الضعف. فقد يكون الظلم مجاوزة الحد دون معصية، وقد يدخل في ذلك المكروهات. قال الشافعي: يعني والله أعلم أن يوفوه طائعين ويتلقوه بالترحيب، لا أن يؤتوه من أموالهم ما ليس عليهم. قال بهقي في السنن: وهذا الذي قاله الشافعي محتمل لولا ما في الرواية رأيت أبي داود من الزيادة، وهي: قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا، قال: أرض مصدقيكم وإن ظلمتم. فكأنه رأى الصبر على تعديهم. وهذا التعدي هل يكون التعدي على كرائم الأموال؟ هو الأصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وكرائم الأموال. فالمصدق لا يأخذ الأكولة ولا ذات الرضع الضرع، فهو أصالة مطلوب أن يوازن بين إيش؟ بين الأمرين، بين 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 أجاويد المال وبين خسة المال. والحديث في شدة تحري الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول جليل: ما صدر عني مصدق منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول بذلك إلا وهو عني راض. وهذا شوف توجيه نبوي أن المصدق والسعي على الزكاة، والمراد التجاوب معه في دفع الواجب وعدم المماطلة، بل يعطي المطلوب بطيب النفس من غير ممحكة. وهذا من أسباب البركة والنماء، لأنه أيضا من أسباب الدعاء. قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا من السنة أن تدعو له، وهو إذا أعطاها طيبة نفسه بذلك تكامل أجره، سقط عنه المطالبة وتكامل أجره. وأن أعطاها غير طيبة نفس فيسقط عنه المطالبة، لكن هذا يتكامل الأجر، هذا فيه نظر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن
آخذوها وشطر ماله عزما من عزماته من عزماتي من عزمات ربنا. لكن في الأصل في ذلك أن المصدق إذا جاء يعني لا يصدر عنه إلا راد حتى تستقيم الطاعة وتؤدى الفريضة. الباب الذي بعده كراهية رد السائل بغير شيء، وهذا فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني نساء المسلمات لا تحقرن إحداكن جارتها. الحديث هناك حديث وإن كانت حديث فيها شيء من الضعف لكنها يؤخذ بها ويستأنس بها في هذا المقام، وهي أنه لو جاءك السائل على فرس فلا ترد أعطي، ولأن في هذا الباب إحسان إلى المسلم وعدم كسر كرامة المسلم أو 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 قل جبر الخواطر، جبر الخواطر حتى لمن لا يحتاج إلى ذلك من أفضل يعني أفعال المسلمين. يعني لو وجد غنيا جاء سائلا فلأنه لو رده كسره، وهذا الكسر صعيب على الرجال. فلذلك شوف هنا من الفضل أنك لا ترده إلا بشيء. لما جاء إلى عائشة رضي الله عنها أرضها مرت إلى تمرة أعطتها لها أم وبنتين، فأخذت التمرة فقسمتها شقتها شقين، فأعطت التمرة للشق للبنت وشق ثاني وتمصي النوى في هذا الباب. وعائشة تتعجب من ذلك لأنها أعطت ما ملكت، وهذه هذه هذه دلالة أيضا على سخاء النفس. عائشة رضي الله عنها أرضها يعني لما جاء دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألها عن الشاة فقالت ذهبت الشاة وما بقت لنا إلا الذراع، أبقينا لك الذراع، فخطأ قولها وعدل القول الصحيح. وهذا كما قلنا قواعد الشرع في هذا الباب، أنك إن خطأت لابد أن صح. طب لما 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 في فوائد كثيرة جدا في هذا الباب، وأهمها إيش؟ ما شاء الله تأخير ما ممتاز خلاص هذا حتى لا أقع في خطأ أخر. ماشي ممتاز. الأمر الأول لا يظن أن الإسلام فيه ضيق وشدة ومشقة، بل التيسير في شرع، بل لا يكون التيسير إلا في شرع الإسلام. لا لا إله إلا الله ومجعلنا راضين يا رب. الأمر الثاني سيدنا إن هو من باب مساعدته على عدم وقوع الخطأ. ممتاز. وهو في هذا الباب نعم إبراهيم خطأ يكون عن جهل أصلا. هو الحقيقة نقول دائما 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 أنت لما تخطئ قد يكون ما يسمى في عصر المنتقدين يعني انتقاد هدام، والانتقاد في عرف الإسلام لابد أن يكون إيش؟ بناء. ولا يكون بناء إلا أنك تلغي شيئا وتعطي إيش؟ أشياء. وهذا يدل كما قال إخواننا بقى الأفاضل، يدل على سعة الشريعة وتيسير الشريعة وأنها لا تشق على أحد، وأنه لابد أن يعلم أن الله تعالى نوع له الأحكام في هذا الباب وسد باب فتح بابا من أجل التيسير عليه، من أجل التيسير عليه. وده كما قلنا اسمه النقد البناء، ولا تجده إلا في الإسلام، لا تجده إلا في الإسلام. فلذلك أنت ترى في هذا قال علمها فقال لها لا بل قولي ذهبت الشاة وبقيت وذهبت الذراع وبقيت الشاة. ليش بقيت الشاة؟ لأنها عند من؟ عند الله. أنت أنفقتي بقيت الشاة لم تذهب. لما لم تذهب؟ لأنها عند الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صدقة أحدكم إن صدقة أحدكم يقع في يدي الله تعالى في علا فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، وتتنام عند الله جل في علا. وأما زراعة الشات فقد أكلتها، قد لا تضيع زراعة الشات. كيف؟ ممتاز. إن شكر احتسب هذا لا تضيع. أيضا يكون لها ما لها من المجال، لكن المجال الأعظم هو مسألة الصدقة. قال لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شات. والفرس هو الظلف، شو اللي هو الكوارع بقى اللي احنا بنتكلم عليها صح كده، كانوا يرموها كوارع الميز يعني نعم يعني شوف الله الأقل في هذا الباب، لأنه فيها المرق. قال بضرة على المرق الشديد هي في هذا الباب، وأصله في الإبل، وفيها مثل القدم في الإنسان. قالوا ولا يقال إلا في الإبل، ومرادهم أصله مختص بالإبل، ويطلق على الغنم استعار. وهذا نهي عن الاحتقار، نهي للمعطية المهدية، ومعناه يعني ولو أقل قليل. لا تمنع جارة جارتها بأن تهدي له. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى على الجار، قال ما زال جبريل يوصيني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه، نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن لا ما ناقص مال من صدقة. فأنت لا تحقرن حتى الابتسامة في وجه أخيك، هذه صدقة عند الله تعالى. تتنامى لا تقف،
هذه صادقة عند الله جل وعلا تتنامى لا تقف. نعم. سيدنا امتنعوا تماما. أعوذ بالله. شوف هي هذه. ولذلك السجية في هذا الباب ليعلموا. وأصل أما هل هم أبعد الناس عن هذا سابق قدرهم ألف درهم. فالحقيقة أنه الإنسان يعني فقط لأنه هذه أيضا بتنمي في شخصياته الجود. يعني كان جهد المقل لما تراه يعطي ويحرص على العطاء مع أنه مقل هذه تنمي في 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 داخله سمات الجود. وسمات الجود هذه ليست لا تكون إلا للنبلاء، ما في الأنبياء ثم الصديقين سمات الجود. وهذه وجدناها يعني سارية رائعة يعني هينا لينا عند أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصدقة فيأتي عمر ويقول بشطر ما يقول اليوم سأسبقه. انتهى، أنا بتنافس معه وأسبق، اليوم سأسبقه. وأعطى شطر ماله فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سأله ما تركت لأهلك، قال تركت لهم الشطر الثاني حتى أظهر ورثتي أغنياء. جاء أبو بكر وضع المال في على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبو بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. أي يقين هذا؟ أي يقين هذا؟ فهنا نماء الجود والسخاء في النفس بهذا الباب، وجهد المقل هو أفضل شيء. اللي بيحترف في المهنة يرد أيضا ولو بالقليل، من كان محترفا يرد ولكن بيش بالقليل. أنت ما أنا قلت لك جبر الخواطر، ليس هذا جبر الخواطر، هذه من فعل من قدمه الله على الناس. فأنت أصلا بتحسن حتى ولو أنت عارف أنه يعني يا شيخ أصلا في الحج كانوا ينتحلون أمرا، الولد يدخل بسيارة مثلا، يعني شوف من زمن بقى بعيد كان يدخل بسيارة ليكزوس حاجة، فاهم؟ يقول لك أريد ما أتبلغ به فقد سرقوني. هو طبعا هو دي اسمها بقى الأخذ بإيه؟ بحرفة. ده جاي في ليكزوس وسيارة، فاهم؟ والله إيه ده، مش ممكن واحد يدوك. فيقول لك ما أريد إلا البنزين. فكانوا يعني إذا سألوني أقول لهم يعني ما ترد إلا راضين، أعطيه 10 دراهم، بس 10 دراهم دي بيتشتم بعدها، لكن المهم أنه يرد بالقليل. الأصل نعم كده. نعم، في امرأة راجل قاعد تلح عليه في السيارة ولكن ما في السيارة، اعطاها اعتقد 10 جنيه او شيء من ذلك، كتف في وشنا كلنا. يعني هي اصلا اللي عملته بقت تبص 10 جنيه وتبص له وقال لسه هتشتم، قال نمشي بقى عشان ايه هنتهان الان. فهو لو كان حتى لو حرفه الحديث وان كان ضعيفا يعمل به، قال ولو جاءك على فرس. ومن السنه انها اذا طبخت تكسر من او اذا ذبحت تكسر من المرق حتى تتعاهد الجيران. نرد على الناس اللي بيقولوا هتعوضوا مثلا على الشغلانه دي او كده، ماشي، هو كلامه حق في هذا الباب. احنا نقول له نعوده لو اعطانا ما اراد، نحن رددناه بالاقل، يعني القليل ده كانه معدوم، فاهم؟ ما ساعدنا على شيء، لكن طبقنا الامرين، وهو انك حتى لو جاءك على فرس فانت ترده بحسن الخلق في هذا الباب. وطبعا هو لما ادخل هذا الباب في الزكاه الترغيب، الترغيب في ايش؟ الترغيب فيها الصدقة، الترغيب فيها التصدق. جزاكم الله خيرا، أحسن الله. الفضل المستنبطة لا تحقرن من المعروف شيئا. فضل الصحابة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا سارعوا في تنفيذه. في قول يا نساء المسلمات العطف على الوصف تخصيص، لكن هذا عجيب. لما تخصيص بقى أنا أستاذ، مع أنه أصلا نحن نعلم بأن كل أحكام الشريعة مخاطب الكفار بها، لما خصصهم؟ ليحركها إسلامه. مش في شيء ثاني؟ في شيء ثاني؟ نعم، الإجابة جت هنا صحيحة. من علامات الإيمان ليكرم الله أنها لا تقبل نفقتها إلا بعد الإيمان. نعم صحيح، كلام صحيح. بس هو أول إبراهيم قاله صحيح. الكافر كان مخاطب لكنه لا يطالب بها، هو يطالب بها، هو مخاطب بها، لكن لو اتى بها ده غير مقبوله. مش هقول له تصدق لا يطالب بها في الدنيا وكان مخاطب بها، هو مخاطب بها لكنه لا يطالب بها. ما حتى لو طلب بها ما في شيء وفعلها تعجل له في الدنيا كانها غير مقبوله. هو المساله هنا نساء المسلمات يعني اللاتي يدفعن من ذلك من المسلمات، لأن الله يقبل أي عمل إلا بإيه؟ بالإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قيد.
ان من علامات المسلم انه يهتم بجاره كما على نسق يا ايها الذين امنوا. ماشي، هو ما نعم هتكون من علامات الايمان كما في كل نداء، يبقى كل حكم جاء بعده دل على ان هذه علامه من علاماته. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.